الحسين يتحدى الآن في العصر الراهن، يتحدى كل النظم البشرية. من الذي ندبهم؟ من الذي نفخ النفير فيهم غير الحسين؟ حضارة النظم في دولة الدين، دولة الحسين. تريد الدولة الدينية مثالها؟ لا تأخذ نماذج يمين ويسار، خذ نموذج دولة الحسين. الحضارة الدينية التي تقام وتؤسس في المشي إلى الأربعين، أعظم تعريف للحضارة الآن في العصر الراهن ما هو؟ أعظم تعريف هو النظم. النظم الآن الدراسات الدوائر الأجنبية من سنة 2003 إلى يومنا هذا عن ظاهرة الأربعين مستفحلة يا أخوان. هم يؤمنون بالغيب؟ لا. هم يؤمنون بالجانب الغيبي في مدرسة أهل البيت؟ لا. هم يؤمنون بدين الإسلام؟ لا. هم يؤمنون بإمامة الأئمة الاثنى عشر؟ لا. هم يؤمنون بأن الحسين قائد إلهي سماوي؟ لا. إذن ما الدراسات يقيمون على أي شيء؟ الدراسات يقولون أنه هذه حضارة دولة الحسين تتحدى الدول العظمى الآن في الوقت الراهن. كيف؟ بالنظم الموجود فيها. تعلمون يا أخوان الحج الذي يقام في مكة المكرمة 3 مليون 2 مليون 4 ملايين كل سنة حوادث، تعلمون بها في الحج وأزمات، حوادث وأزمات غذائية أو أزمات صحية أو أزمات بزمات ولا مجرة. 3 أسابيع ملايين من الناس منتشرة، سمو في مكان واحد، منتشرة في البراري والمدن وكذا، ولا تجد أزمة أو حادثة إلا من العدو، من الدواعش بحث آخر، ولا من أنفسهم، من نفس المؤمنين والحشود المؤمنة الإيمانية، لا تجد أزمة صحية ولا أزمة مرورية ولا أزمة أمنية ولا أزمة عسكرية ولا أزمة خدمية. شنو هاي؟ سحر؟ خيال؟ يا حيدر إمامي، يا حيدر، يا حيدر إمامي، يا حيدر. باكر بيوم الحشر شيعانا رافع راسي، والدي حيدر علي وتحسدني باكر ناسي، الحسن علمني الصبر وحسين ضل بإحساسي، أنا يا ناس الوفا وماخذ طبع عباسي، أنا يا ناس الوفا وماخذ طبع عباسي، للمحشر أنادي للمحشر. يا حيدر إمامي، يا حيدر.